تتجه إلى هذا الملعب، لما لا وحلم المونديال بات قاب قوسين أو أدنى. نسور قاسيون جاهزون لتحقيق أمر كان مستحيلا، هكذا بدا عليهم في الميران الأخير قبل مواجهة المضيف الإيراني. يدرك المدير الفني للمنتخب السوري أيمن الحكيم صعوبة المهمة، لكنه يملك أوراقا كثيرة، خاصة إذا ما تحدثنا عن خط هجومه المدعم حديثا بهداف الدوري السعودي عمر السومة. آمال وأمنيات ملايين السوريين يحملها هؤلاء قد تكون كفيلة لصناعة تاريخ جديد للكرة السورية. عكس، أنا ثقتي كبيرة بكل اللاعبين، ثقتي بعمر السومة، بكل اللاعبين الموجودين بالمنتخب ثقة كبيرة. ما عنا فرق بين أي لاعب، الحمد لله كل اللاعبين على قدر المسؤولية، والشيء هذا نحن معتز فيه إنه كل اللاعبين السوريين مقدرين هالموقف. يغيب عن المنتخب السوري خط وسطه عمرو ميداني، لكن البدلاء جاهزون كما أشار الحكيم. يبدو الانسجام واضحا بين جميع الخطوط، والأهم طموح لإظهار كل ما لديهم في هذه المواجهة. مركزين احنا على هاي المباراة، ما راح نضل بنشوة مباراة قطر، نشوة الفوز. الكادر الفني اكيد محلل مباراة ايران او طريقة اللعب المنتخب الايراني. ان شاء الله احنا كلياتنا يعني مصرين على 3 نقاط، لا بديل عن 3 نقاط. ان شاء الله كل التوفيق من رب العالمين. الفرحة على وجوه ملايين السوريين سترسم كما قال اللاعبون بعزيمة واصرار. الملفت ايضا هو حالة التوازن والواقعية والمنطقية لدى لاعبي منتخب سوريا يلعبون امام منتخب كبير، هو الافضل في اسيا او المتأهلين الى كأس العالم، لكن هذا لا يعني ان منتخب سوريا سيكون ضيف في ملعب أزادي. سيشاهد آلاف وعشرات الآلاف هنا تطور كبير للاعب سوري. إرادة اللاعب السوري ستجسد غدا، وإن شاء الله سيكون الفوز حليف منتخب سوريا، وإن شاء الله سنكون في روسيا 2018. في حال تمكن المنتخب السوري من تخطي الإيراني، سيكون قد قطع شوطا كبيرا نحو مونديال موسكو، بانتظار التعادل أو خسارة المنتخب الكوري أمام الأوزبكي، على أن يصب فارق الأهداف لصالح نسور قاسيون. طبعا إجمالي المواجهات المباشرة في جميع المسابقات بين منتخبي سوريا وإيران بلغت 25 مباراة، فازت إيران في 14 مرة مقابل فوز وحيد لسوريا و10 تعادلات، الأهداف 38 لإيران مقابل 13 هدفا لمنتخب سوريا. طبعا يعني في بهذا الفارق نجد أن الفارق واسع، وحتى في تصنيف الفيفا إيران هي المصنفة 24 حسب الفيفا والأولى آسيويا، وسوريا المصنفة 80 حسب الفيفا والعاشرة آسيويا. كل هذه الفوارق الرقمية التي تصب لمصلحة الفريق الإيراني ألا تقلقك اليوم كابتن ياسر؟ بكل تأكيد تقلق، ولكن التاريخ شيء والواقع شيء ثاني. نتمنى مشكلة التاريخ والجغرافيا إلى جانب إيران، المباراة في أرضهم والتاريخ معهم، فإن شاء الله وتعالى. ولكن فرصة للمنتخب السوري حقيقة أن يقلب التاريخ، أن يقلب الطاولة، أن يكتب التاريخ اليوم بكل أو يكتب التاريخ لصالح المنتخب السوري في ثاني فوز من عام 1973، وقادرين المنتخب السوري من خلال ما شاهد. نعم طبعا، بالمناسبة منتخب العراق سجل هدفا هنا، يعني هذه لقطة للمنتخب السوري أيضا، لكن المنتخب العراقي سجل هدفا في مرمى منتخب الإمارات في المباراة الدائرة بين المنتخبين برسم المجموعة الثانية. المنتخب العراقي تقدم على منتخب الإمارات إذا بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وهذا هو الهدف العراقي. المنتخب العراقي كالعادة باللون الأخضر والكرة المرفوعة والرأسية في شباك منتخب الإمارات، هدف مقابل لا شيء. إذا يعني هذه المباراة تبدو أنها مباراة ترتيبية، وواضح أن التنافس في هذه المجموعة منحصر بين أستراليا التي فازت بهدفين لواحد على